السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرة خير يا جماعة، النهاردة في نزول حلو جدا في أسعار الأعلاف. هيثم الصعيدي نزل في سعر تن الأعلاف 700 جنيه، في مصانع تاني نزل في سعر تن الأعلاف 500 جنيه. وزي ما انا قلت لكم خبر كويس في نزول في أسعار الأعلاف، برضو معانا خبر وحش جدا للأسف الشديد. النهاردة في ارتفاع جنوني في أسعار الكتاكيت. تفتكروا يا جماعة من كام يوم أما قلت لكم من أول أسبوع الجاي أسعار الكتاكيت هتنزل واحدة واحدة، بس للأسف الشديد مش بيد يا جماعة. أسعار الكتاكيت النهاردة رافعة جدا بطريقة بشعة جدا. ليه بقى؟ طول ما في سحب على الكتكوت تعرفوا سعر الكتكوت هيغلى. الناس طبعا شايفين كل يوم والتاني في نزول في أسعار الأعلاف، وأسعار الأعلاف في سعرها ريح عن الأول. قال اليومين دول نسكن كتكوت، فرصة كويسة جدا، مع إني مش فرصة كويسة. ليه بقى؟ سعر الكتكوت الأبدي الأهالي وصل النهاردة يا جماعة 25 جنيه. ليه يا جماعة؟ حرام عليكم، اهدوا على نفسكم شوية، خفوا السحب شوية يا جماعة، خلي أسعار الكتاكيت تنزل. شركات الكتاكيت سايجة دلال علينا شوية، شايفة اليومين دول في سحب حلو جدا في الكتكوت، علوا السعر علينا. كتكوت أبيض الأهالي وصل للأسف الشديد النهاردة 25 جنيه زي ما قلت لكم. كتكوت أبيض شركات بدأ من 26 إلى 30 جنيه، والله العظيم في شركات يا جماعة وصلوا سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيه. أسعار بورصة الكتاكيت يوم الأحد 17/9/2023، وليكم الأسعار. كتكوت بلد حر ب9 جنيه، كتكوت بلد مشعر ب10.5 جنيه. الاسعار بقولها لكم دي يا جماعه من ارض المعمل. طبعا في خدمه توصيل بيزيد على كتكوت 0.5 جنيه او جنيه. كتكوت رز فرز برابر ب13 جنيه، كتكوت رز على وشه ب14.5 جنيه، كتكوت رز فرز ديو ب16 جنيه، كتكوت ساسو جلتاني ب14.5 جنيه، كتكوت ساسو شفر ب16.5 جنيه، كتكوت فيومي ب10.5 جنيه، كتكوت سمان ب4 جنيه، كتكوت بلد هجين ب14 جنيه، كتكوت بلد هجين متهجن عالي ب16 جنيه، كتكوت رومي اسود او كتكوت رومي برونز ب33 جنيه، كتكوت الوز عامل 44 جنيه. ندخل بقى على اسعار البط. اليومين دول موسم البط، برضه رافعين سعر البط. بط مسكوفي R41 للاسف يا جماعه وصلت 40 جنيه، ده عمر يوم واحد. بط مسكوفي مخلص ب38.5 جنيه، بط مرة المحلي ب35 جنيه سعر البطاية الواحدة، بط فرنساوي بيور ب28.5 جنيه، بط شرفان ب24.5 جنيه، بط بكينة عادة ب22 جنيه، بط بلدي ب25 جنيه. لو عجبكم الفيديو بتاعه بتستفادوا منه، ندعمونا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.